السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. اليوم رح نحكي عن امتحان اليوس الخاص بجامعة إسطنبول وجامعة إرزروم التقنية. رح نبدأ بجامعة إسطنبول، الجامعة اللي حتما لازم جميع الطلاب اللي عم تدرس يوس تسجل فيها، بحكم أنه أسئلتها هي الأسئلة النموذجية لكل سنة. ولو كانت فرصة القبول بالجامعة نفسها في جامعة إسطنبول ضعيفة، ولكن جامعة إسطنبول شهادة أو امتحان اليوس الخاص فيها معترف بأكثر من 105 جامعات حكومية في تركيا. ففينا عن طريق علامتنا بامتحان إسطنبول نسجل بجامعات تانية. بداية، جامعة اسطنبول أعلنت أنه تاريخ التسجيل على الامتحان رح يكون ما بين 1/3 و10/6، يعني فعليا بدأ التسجيل أو التقديم على الامتحان. الامتحان رح يكون ب10/7 الساعة 3 عصرا أو 3 مساء. أيضا رح يكون في عنا مراكز امتحانية داخل تركيا ومراكز امتحانية خارج تركيا. في كتير مراكز امتحانية صراحة داخل تركيا، بأضنة، بأنقرة، بأدرنة، بإيرزروم، بغازي عنتاب، بهاتاي، وبأزمير، بكهرمان مرعش، بمدينة ماردين، بمدينة شانلي أورفا، بمدينة طرابزون، وبمدينة فان. أيضا في عنا مراكز امتحانية خارج تركيا، كتير مهم بالنسبة للطلبة العرب الموجودين خارج تركيا وعم يدرسوا اليوس أونلاين، فيهم يسجلوا أيضا، مثل عنا في الأردن، في المملكة العربية السعودية، في السودان، وفي الصومال، وأيضا في ألمانيا، في كتير طلاب موجودين في ألمانيا. في راح يكون في مراكز امتحانية هناك. طبعا الجامعة بحق إلا تغير مراكز الامتحان، عفوا بحق إلا تغير موعد الامتحان قبل ب15 يوم. هي أعلنت عنها الجامعة بشكل سابق لأوانه بحكم ظروف الكورونا الموجودة حاليا. بالنسبة لرسوم الامتحان، فراح تكون بالنسبة للمواطنين الأتراك أو السوريين، راح تكون رسوم التقديم على الامتحان داخل تركيا طبعا هي 35 ليرة أو 5 دولار أو 5 يورو. بالنسبة لطلاب الأردن راح يدفعوا 105 ليرات أو 15 دولار أو 15 يورو. بالنسبة لطلاب المملكة العربية السعودية راح تكون التقديم ب 490 ليرة تركية أو 70 دولار أو 65 يورو. طبعا مثل ما ذكرت لكم، الامتحان ايضا متوفر بلغات مختلفة، اللغة التركية واللغة العربية، اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية واللغة الروسية ايضا. وامتحان يوس الخاص بجامعة اسطنبول معترف فيه باكثر من 105 جامعات. هاي بالنسبة لامتحان جامعة اسطنبول. برجع بذكركم، هو امتحان ستاندر لازم الجميع الطلاب اللي عم تدرس يوس تسجل فيه. بالانتقال للامتحان الثاني اللي أعلنت عنه جامعة إيرزروم، اللي هو اليوس الخاص بجامعة إيرزروم التقنية، أعلنت الجامعة بأنه تاريخ البدء التسجيل على الامتحان رح يكون ما بين 1/3 و7/5. أيضا هذا الامتحان بدأ التسجيل عليه. الامتحان رح يكون بتاريخ 30/5 من عام 2021 الساعة 10 صباحا، والنتائج راح تكون ب 14/6/2021. راح يكون للأسف مركز امتحاني وحيد فقط في ولاية إيرزروم بالشمال الشرقي من الجمهورية التركية. الامتحان راح يكون باللغتين الإنجليزية واللغة التركية فقط، إضافة لأنه سعر أو رسوم الامتحان راح تكون 250 ليرة تركية. اللي عنده الرغبة بالدراسة بهالجامعة تحديدا أو بمدينة إيرزروم تحديدا، أنا بنصحه يقدم على هذا الامتحان، لأنه راح تكون فرصته كبيرة في القبول بحكم أنه ما في مراكز امتحانية كتير، فما كتير راح نلاقي طلاب عم يقدموا هذا الامتحان، فبالتالي فرصتك بتكون أكبر في القبول. تزورونا بخبر جديد عن امتحانات اليوس القادمة. يا أهلا وسهلا فيكم. في حال كان عندكم الرغبة انه تسجلوا على كورس التومر من مركز الخوارزمي الاكاديمي او كورس اللغة التركية، اللي راح يبدأ ب 25/3/2021، سواء اونلاين لو كنتوا خارج تركيا او حتى حضوريا في المركز في حال كنتوا في اسطنبول. كل اللي عليكم ان تتواصلوا معي عن طريق الرقم اللي راح يظهر على الشاشة، وانتظرونا بفيديو جديد وخبر جديد. سلام.